قبل بداية مقطع أنا جايب لكم متجر إمبراطور أو متجر إشارة يمين، وموفر لكم منتجات أسطورية ونادرة مثلاً باكج الذهبي من الطيارة، باكج سكيلتون بنفسجي، وباكج بنت الزومبي. وعنده كمان قسم خاص بالنوادر مع ضمان تشغيلي مثل ما تشوفوا قدامكم. عنده قسم خاص بايديات السوني مثلاً آي دي في سكن جالاكسي القديم. عنده قسم خاص بيوزرات الإنستغرام مميزة. وهم منتج هو حساب نادر 100%. طبعاً راح يطلع لك شغلة واحدة من الأشياء اللي فوق، آي دي سوني بنت الطيارة أو بنت الزومبي او سكيلتون بنفسجي او اي دي سيزون الثالث كامل القديم، واخر شيء ممكن يطلع لك 20 سكن الى 500 سكن. وطرق الدفع المتوفره في المتجر راح تكون فيزا ومدى، واذا واجهتك اي مشاكل تواجهها مع الدعم الموجود في المتجر. وبس طبعا بحط لكم رابط المتجر في الوصف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شرح تحديات الاسبوع الثاني للموسم الخامس. وطبعا قبل بدايه مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك بالقناه اتمنى انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى تدعم مقطع بلايك. طبعا لا تنسوا انكم تستخدموا كود الايتم شوب YZYZET وربي يسعدكم على كل شيء. طبعا شباب نهايه مقطعنا راح يكون معنا جيف اوي كبير لست اشخاص، ست فائزين على الباتل باس او على الف بوكس بكيفك، فتابع المقطع للنهاية لانه الجيف اوي راح يكون من نهاية المقطع. طبعا قاعد اصور قبل تنزل التحديات حتى افهمكم موضوع التحديات، اخيرا فهمته. طبعا انتم لما تعملوا التحديات اسحبوا هاي القائمة واسحبوا على النجمة تفوتوا على الاكس بي. ايش هم التحديات بالازرق؟ ايش هم التحديات بالاخضر؟ ايش القصة؟ ايش فيها يا جماعة؟ تمام، التحديات الليجندرية الذهبية اسمها تحديات اسطورية. هذا التحدي دائما راح ينزل كل اسبوع معاك، الاسبوع اللي بعده ينحذف، يعني هذا التحدي تاع الاسبوع الماضي صح؟ ضايله ساعة لما تنزل تحديات الاسبوع الثاني راح يتغير التحديات اخرى، هسه بحكي لكم شو التحديات وبشرح لكم اياها. طبعا التحديات الاسطورية تتكون دائما من خمس مراحل، والتحدي بيكون نفسه بس كل مرة بتختلف الكمية المطلوبة منك. فالتحديات الاسطورية فهمناها، التحديات تتكون من خمس مراحل، بتقعد اسبوع والاسبوع الثاني بتنحذف. يعني اذا ما عملتها بالاسبوع هذا بتروح عليك الاسبوع القادم، تمام؟ لازم تعملها بنفس الاسبوع، مو مثل التحديات الاسبوعية. والتحديات الاسطورية لهذا يكون انك تدمج الناس باسلحة ليجندري او اسلحة اسطورية. وراح يكون خمس مراحل، اول مرحلة 1500 دمج، ثاني مرحلة 3000، ثالث مرحلة 4500، ورابع مرحلة 6000، وخامس مرحلة 7600. طيب ايش هم التحديات الاسبوعية يا يزيد؟ التحديات الاسبوعية هم التحديات الملحمية اللي باللون ابك. بس التحديات مش القائمة هاي، القائمة اللي هون اكس بي. التحديات اللي في اللون ابك هي التحديات الملحمية، يعني هي التحديات الاسبوعية. اول تحديات ملحمية بتتكون من ثلاث تحديات، هم بيعتبروها مراحل لا بس هي تحديات. المراحل لما تكون نفس التحدي بيختلف الرقم، فراح يكون بكل قائمة الاولى راح تكون فيها ثلاث تحديات الاسبوع الثاني، والقائمة اللي بعدها راح يكون فيها اربع تحديات للاسبوع الثاني. طب انا فرضا ما عملت التحديات الاسبوع الاول، بيضلوا موجودات وبضيفوا كمان قائمتين جداد، وضيفوا فوقهم او تحتهم قائمتين جداد للاسبوع الثاني. تكون القائمة الاولى تتكون من ثلاث والقائمة الثانية تتكون من اربع، يعني مجموع سبع تحديات اللي هم يعني التحديات الاسبوعية دائما بيكونوا سبع تحديات. فهمنا التحديات الملحمية اللي باللون ابك هي التحديات الاسبوعية. طيب شو التحديات اللي باللون الازرق يا يزيد واللي باللون الاخضر؟ اللي باللون الازرق هي تحديات البنش كارد، هي التحديات البطاقات المختومة. احنا ما كنا نشرحها صح؟ هاي التحديات كانت قبل موجودة في الباتل باس عند الطاولة، بيكون في زي شاشة او لابتوب البنش كارد، ففورتنايت قررت تدمجهم مع التحديات بنفس القائمة. هيك غلط بصراحة، فانا ما راح اشرحهم لانه ما ينتهوا التحديات، كل ما تخلص تحدي يفتح تحدي بعديه ما راح ينتهوا. وعندك التحديات اللي باللون الاخضر هم التحديات يومية، يعني شوف هذول الثلاث باقي لهم ساعة ونزلوا محلهم كمان ثلاث تحديات، فالتحديات اليومية كل يوم بنزلوا لك ثلاث تحديات يومية. فهاي التحديات ما راح اقدر اشرحها لا هي ولا بطاقات المختومة، لانه انا طول عمري اشرح بس تحديات الاسبوع، وتحديات الاسبوع مثل ما قلت لكم هم التحديات الملحمية الابك، بالاضافة اني راح اشرح التحديات الاسطورية. فهمنا السالفة، فهمنا الطبخة، بطاقات المختومة واليومية اذا واجهتكم بعض المشاكل فيهم اكتبوا لي اياها بالتعليق المثبت، انا بالتعليق المثبت بكون حاط تعليق انا، بتكتبوا لي فيه بالريبلاي التحدي اللي واجهكم مشكلة فيه بنفس ما هو مكتوب عندكم اكتبوا لي اياه، بحاول اساعدكم فيه. بس انا بقول اسحبوا عليهم لان انتم دائما تعملوا التحديات الاسبوعية، فخلينا نبلش بشرح التحديات الاسبوعية. طبعا نشرح اول شيء التحديات الاسطورية اللي بتكون فوق اللي بيكون لونها ذهبي. التحدي هو واحد راح يكون خمس مراحل. شو التحدي؟ دمج ناس بسلحة اسطورية، ديل دمج وذ ليجندري ويبونز.
اي سلاح ذهبي مثلا اسكار شاتجن ذهبي اي سلاح ذهبي تقدر تسوي فيه التحدي. طيب شو المراحل راح تكون؟ اول مرحله الدمج خصومك باسلحه ذهبيه 1500 دمج، وثاني مرحله الجيم اللي بعده 3000 دمج، ثالث مرحله 4500، ورابع مرحله 6000 دمج، وخامس مرحله يعني الجيم الخامس راح تكون 7500 دمج. هاي بالنسبه للتحديات الاسطوريه او التحديات اللي بتكون اول شيء فوق، وخمس مراحل وشرحت لكم خمس مراحل. طيب ننتقل للتحديات الاسبوعيه، هم سبع مراحل راح يكونوا بقائمتين، قائمه فيها ثلاث تحديات يعني ثلاث مراحل، والقائمه اللي بعديها راح يكون فيها اربع تحديات يعني اربع مراحل. اول تحدي فيهم راح يكون انك تدمر صناديق البريد ديستروي ميل بوكسز. طبعا صناديق البريد هذه هي شباب موجود باغلب المدن، بس اسهل مكان تسوي فيه التحدي اللي هو هولي هيدج اللي تشوفها قدامكم، شجرات هولي. طلب منك خمسة، أول واحد أيوه قدامكم هون شايفينه، هذا أول واحد، عندك واحد هناك، هاي الثاني هون، هذا الثالث شباب، أغلبهم بيكونوا قدام البيوت يعني الكبيرة، كل بيت كبير في قدامه واحد، هاي الثلاث كسرت، وهي الرابع، باقي لنا واحد، هاي الخامس. هيك تدمرت خمس صناديق بريد بنفس الجيم. تقدر تسوي طبعا تحدي باكثر من جيم عادي. المرحلة الثانية او التحدي الثاني راح يكون ضع الدليل في زاوية المكرين او مصنع المراحيض. طبعا زاوية المكرين هي كيت كورنر او فلاش فاكتوري مصنع المراحيض اللي هون، فانا بفضل تسوي التحدي بكيت كورنر مع انه بتقدر تعمله هناك. في ثلاث ادلة لازم تضعهم بهاي المكان. طبعا اول دليل بيكون عند المحطة اللي هون، اول دليل عند المحطة، ما طلع عندي لاني بلاي جراوند، بيكون قدامكم مثل ما تشوفه بالصوره. اتوقع تيجي عنده تكبس اي او تكبس اي كبس حتى انك تضع الدليل. هذا اول مكان مطلوب منك ثلاث، طبعا تضع ثلاث ادله. ثاني دليل بيكون تطلع فوق، ثاني دليل تروح على اليمين، ثاني دليل بيكون هون جرب العجل. هذا ثاني دليل مثل ما تشوفه بالصوره، بتعمل له كبسه الاي او اي كبسه يطلع لك كبسه عنده لما تيجي عنده بتكبسها انك تضع الدليل يعني. ثالث واحد بيكون ورا الباص اللي هون، بتكون هون بالضبط مثل ما تشوفه بالصورة، بتكبس نفس الكبسة وهيك بتكون عملت ثلاث أدلة وبتخلص التحدي. بتقدر تعمله كمان بفلاش فاكتوري بس ما في داعي، مكان واحد عادي، وبتخلص التحدي الثاني أو المرحلة الثانية من التحديات الأسبوعية. طبعا بالنسبة للتحدي اعثر على قطع السيارات، مطلوب منك ثلاث، عندك مكان هون أو هون، هون أو هون بكيفك. وين أماكن قطع السيارات؟ هاي واحدة، كيف والله بدرني قاعد ها؟ لا كفو، هاي الثانية. طبعا شباب مكان القطعة الأخيرة وأخيرا عرفتها، طبعا ثنتين بيكونوا هون والثالثة بتكون هون بالتحديد. المهم في هون كونتينر أزرق أضوة، أو أتوقع هذا الأبيض. أخيرا هذا المكان، خلنا ناخذها، هذا هو المكان بالكونتينر اللي عندنا فيه مش ازرق. طبعا التحدي الرابع راح يكون انك تسوق سياره او تسلم مركبه من الاقوام البخاريه اللي هي ستيم، ما الخريطه اي ستيم ستاكس، عرفوا الاقوام البخاريه اللي بتكون فوق الى بليزنت بارك، من ستيم ستاكس الى بليزنت بارك، الخريطه معلقه اعذروني، بس كل عليك تسوق سياره من ستيم ستاكس الاقوام البخاريه الى بليزنت بارك وبتخلص التحدي. وهيك بنكون وصلنا بليزنت بارك من اقوام بخاريه الى منتزه السعاده، يعني من ستيم ستاكس الى بليزنت بارك، تسوق سياره من ستيم ستاكس الى بليزنت بارك وبتخلص التحدي الرابع بكل سهوله. التحدي اللي بعده مطلوب منك القياده من خلال حلقات اللهب، هي حلقات النار المشتعله وحلقات الناريه. في حلقه بتكون هون شباب، فبتاخذ سياره من بليزنت بارك على الحلقه، مطلوب منك حلقه واحده بس، الطلب اكثر بوريكم مكان واحده ثانيه احتياط. طبعا مو مبين عندي لان البلاي جراوند، هاي الصوره مثل ما تشوفوا قدامكم بالصوره هيك بتكون الحلقه، تدخل داخلها بالسياره وبتخلص التحدي بكل سهوله. واذا طلبوا منك حلقه ثانيه بيكون مكانها هون، هذا مكان الحلقه بيكون شباب هون مثل ما تشوفوا بالصوره، بس تدخل داخلها بالسياره وبتخلص التحدي كامل. لو طلبوا منك ثنتين، لو واحد يسوي عند بليزنت بارك وخلص. طبعا التحدي اللي بعده اعثر على الدلائل في منتزه السعاده وشجرات هولي وليزي ليك، كل منطقة من الثلاث فيها دليل واحد. فأول شيء بننزل ليزي ليك،
اقرب شيء علي. طبعا هون بيطلع لك البريد، اثنين بيكون ازرق هون جنب بعض. انا ما طلع عندي لانه مهم مش فاتح عندي، ما بتقدر تسوي اي تحدي الا بس تكون التحدي فاتح عندك. فبتيجي عند ليزي هون مثل ما شفت بالصوره، بيطلع لك صندوقين تكبس على واحد كبس وخلص هيك تعثرت على الدليل الاول. طبعا الدليل الثاني بشجيرات هولي، هذه هي اكلتنا الزون بهذا البيت. تفوت على هذا البيت قول السلام عليكم، زي ما بتشوفوا قدامكم بصوره بيكون موجود هون، تكبس عليه كبسه وهيك بتكون عثرت على الدليل الثاني. بضل الدليل الثالث ببريزنت بارك. الدليل الاخير بيكون هون شباب على الزاويه اللي هون، شايفين الصخور اللي هون، هو بيكون هون قدامها مثل ما تشوفوا بالصوره. هذا هو مكان البريد اللي عن طريقه بيسوي مهمه الدليل الثالث. تمام، قلنا واحده ببريزنت بارك هون، واحده بشجرات هولي في البيت على الزاويه، وواحده بليزي ليك بتكون هون اتوقع عند البوسترات قدامها، اوريكم صورها. وهذه الثلاثه. والتحدي اللي بعده دمر بيوت الكلاب، مطلوب منك تدمر 5 بيوت كلاب. طبعا اسهل مكان عشان تسوي التحدي اللي هو راح يكون ببليزنت بارك، هذا البيت اللي قدامكم مثل ما تشوفوا قدامكم بالخريطه، البيت اللي هون في عنده 5 بيوت كلاب، مطلوب منك ثلاث كاني حكيت 5، انا مطلوب منك 3. فهذا البيت مثل ما تشوفوا قدامكم ببليزنت بارك، منتزه السعاده الاول، الثاني، الثالث والرابع. هو مطلوب منك 3 على كل حال. هذا البيت تقدر تسوي التحدي فيه وتخلص التحدي بكل سهوله، بيطلع لك 1 من 3، بتخلص وبيطلع لك الثاني، بتخلص وبيطلع لك الثالث وهكذا. فالتحدي اللي بيطلع قدامك انا بكون شارحه، بتدور عليه باي لحظه شرحته بتعمله، فهمت؟ بس انا بكون شارح الكل اللي عندك كملات. طبعا الجيفاوي راح يكون ل6 اشخاص على الباتل باس او على الفي بوكس، بتقدر تاخذ باتل باس او الفي بوكس بكيفك، سواء كنت سوني بي سي اكس بوكس، الكل بيقدر يشارك. وكيف تشارك؟ راح يكون شرط واحد وبسيط. طبعا القناه اللي تشوفها قدامكم قناه جلال، طبعا جلال محترف عالمي في الفنون القتاليه المختلطه، وبيلعب مع الام ام اي، شارك من عديد في البطولات وعنده كثير القاب. طبعا جلال هو اللي عامل لكم مسابقه اللي راح تكون ل6 اشخاص على الباتل باس او كل واحد يحصل الفي بوكس. شو الشروط؟ سهل وبسيط. اول شرط بحط لكم طبعا رابط قناته بالوصف، بتفوتوا على الرابط تشتركوا بقناته، بتفعلوا زر الجرس، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني تفوتوا على الفيديو اللي قدامكم وتستخل الفيديو لايك، وطبعا بتعلق تم انك عملت الشروط، وبتحط حسابك على انستغرام، بتعلق تم وبتحط حسابك على انستغرام، يعني تشترك قناته وتفعل زر الجرس، تستخل مقطع لايك وبتعلق تم مع حسابك على انستغرام حتى اذا فزت اقدر اتواصل معك. هذه بس الشروط سهله وبسيطه. وطبعا السحب راح يكون يوم الاربعاء في حسابي انا الانستغرام في الستوري، فرابط انستغرام بالوصف، ادخل وتابعني. السحب راح يكون يوم الاربعاء على الساعه 9 بتوقيت السعوديه، يعني راح تكون قناته مفيدة جدا لكل الرياضيين اللي بيطمحوا لهي الاشياء. فرابط قناته بالوصف اذا حابين تتعلموا عنه اكثر او تعرفوا عنه اكثر، واذا حابين تشاركوا المسابقة كمان رابط بالوصف لانه المشاركة بتكون عن طريق قناته. وبس شباب يكون وصلنا لنهاية مقطعنا، فاتمنى من كل شخص فيكم ساد المقطع انه ينشر بكل مكان حتى الكل يستفيد. طبعا لا تنسوا تشاركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين فيها، وفعلوا زر الجرس حتى تصلكم اشعارات المقاطع اللي بنزلها اول باول، ولا تنسوا كود الايتم شوب YZYZET. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة. We'll be right back.